الأحزاب اللي تشكل فكر وأيديولوجيات مختلفة متصارعة فيما بينها ذات اتجاهات متعاكسة، زائدا الفكر العشائري والقبلي والجهوي في العراق يخلق فد حالة من الغير مستقرة بالبلد. يعني العراق بحاجة إلى أن يكون نعم المثقف موجود وإلى دور، ولكن ليس بمستوى الطموح. بسبب قوة هذه وهيمنة هذه الأفكار المتعاكسة الاتجاهات التي لا ترتبط بالوطن في طموحاتها، فكلها لها يعني هويات فرعية ولها تمثل انعكاسات لجهات خارج الحدود. طبعا هو المفروض يكون النخب المجتمعية مثقفين دور في بناء العلاقات الاجتماعية، تثقيف المجتمع، توجيه المجتمع، أيضا قيادة المجتمع. هو دائما المثقف هو اللي يملك الروح القيادية والريادية في توجيه المجتمع بالاتجاهات المتعددة، لكن يبدو أن الانعكاسات السياسية أيضا انعكست على المثقفين، انعكست كثيرا على المثقف، وبدت ربما بعض التوجهات أيضا توجهات يعني متضاربة، يعني حتى بين المثقفين أحيانا تأثروا بأيديولوجيات، بأحزاب، بصراعات. العراق اللي يعيشه مو قليل، فلذلك هاي الانعكاسات كلها كان أثر على المثقف أيضا. النخب والمفكرين والأساتذة والشخصيات المعروفة المحددة واضحة المعالم بالرؤية وبقراءة الأحداث، ولا سيما شريحة المثقفين، أن ينزل من هذا البرج وينزل إلى مستوى الشارع، كما رجل الدين عندما يحمل بيطغه ويذهب إلى القرى والقصبات والأرياف يوجه الناس عقائديا، كذلك المثقف عليه أن يذهب إلى هذه المناطق وحتى يصل الفكرة والمعلومة.